هنا بتعمل ريتاتش لصورها اللي بتنزلها على انستجرام؟ المضارب نزلت خالص. المضارب نزلت يعني نعمل ريتاتش يعني اكيد احنا مش حلوين قوي كده يعني اكيد عادي يعني ممكن اعمل حاجات مضاربه بس الناس تستبعد ان هي تاتش وود هي قمر اصلا لوحدها يعني هي لوحدها فلتر يعني ممكن يعملوا فلتر اسمه فلتر هنا ازاي فانها تعمل ريتاتش برضو في حاجات وحاجات يعني مش دايما لو حاجه بايظه كده راح مظبطها انا اصلا ممكن اديها صور يعني انا ظبطيه الصوره انا ظبطيه قوي لا جامده